ايه ده يا منال ده؟ معقوله بنات الحلوين يخلصوا امتحانات ويقعدوا القعده دي؟ ده انا فكرتك هتخرجي مع اصحابك يا بنتي النهارده. والله يا ماما لا ليه نفسي اخرج ولا اعمل حاجه خالص. ليه بس يا نور عيني؟ فيكي ايه؟ الو، ايوه وحشتيني قوي كده، برضو ما تكلمنيش كل ده. معلش يا ستي، حقك عليا. بكره قابليني الساعه 7 الصبح قدام باب الجامعه. بكره؟ ده بكره اول يوم في الاجازه. انا عارف، ايه المشكله يعني؟ ما انا وانتي هنروح اسكندريه كده نقعد لنا يومين نقضيهم مع بعض يعني. ايه؟ نعم. هو انتي في حد عندك في البيت ممكن يعترض ولا حاجه؟ لا، مامي ما بترفضليش طلب. مامي انتي ترفضي اني اسافر 3 ايام اسكندريه من بكره اتفسح مع اصحابي؟ لا يا نور عين، روح غير جو. اوكي حياتي، خلاص بكره نتقابل الساعه 7 بالظبط قدام الجامعه. باي. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحر. شايف السماء شو بعيد، بعد السماء بحر. كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي بحبك. والله العظيم انت مجنونه. مجنونه بيك يا حبيبي، نفسي اعيش عمري كله جنبك يا باسم. في ايه يا باسم؟ انت مش مصدقني؟ لا ازاي؟ ازاي يا حبيبتي؟ ده انا مصدقك ونص وثلاث ارباع كمان. ايه ده؟ انت عارفه اني اول مره اخد بالي من عينيكي؟ عينيكي صافيه زي البحر. ولا شعرك؟ شعرك زي سلاسل الذهب بالظبط. ولا شفايفك بقى؟ كفايه كفايه والنبي يا باسم. باسم انا حاسه ان انا بحلم. وانا بقى نفسي الحلم ده يبقى حقيقه. ازاي يا حبيبي بس؟ منال انا كل يوم بيعدي عليا وانا معاكي بحس ان انت الانسان الوحيد المناسبه ليا. على طول بتنفذي اللي انا عايزه، ما بتقوليش لا ابدا. يا حبيبي يا باسم امرني، نفسي تامرني كل شويه وانا انفذ. بصراحه بقى انا مش عاجبني انا حكايه ان كل واحد فينا ينزل في اوضه يعني. معلش يا حبيبي، ما هو بكره لما نتجوز هننزل في اوضه واحده. هنتجوز طبعا. على فكره انا كلمت ماما عنك. صحيح يا باسم، قلت لها ايه؟ قلت لها في واحده مريحاني على الاخر، ما بترفضليش طلب، بتحبني وعايزه اتجوزها. ايه وقالت لك ايه؟ قالت لي جربها قدامك لغايه اخر الصيف، والله لو فضلت مريحاك كده وفضلت انت متمسك بيها هخطبها لك. يا حبيبي يا باسم، وانا هوريك اني عمري ما هرفض لك طلب ابدا ابدا. بس ايه اللي بتعمليه ده؟ الناس بتتفرج علينا. انا ما يهمنيش الناس، انا بحبك بحبك بحبك. خلاص خلاص، عرفت انك بتحبيني. والله عرفت خلاص. انا بصراحه كمان بقى مش قادر استنى لغايه الاجازه. ولا انا كمان. بقول يعني لما منزل مصر اقعد مع بابا واكلمه عشان نتجوز على طول. يا ريت يا ريت يا باسم. منال انا ابتديت احس اني مش قادر ابعد عنك ابدا. مش قادر افهم انت مالك قفشه في دراعي قوي كده ليه؟ وانا هطير منك بصراحه؟ خايفه تطير. لا يا ستي ما تخافيش، طول ما انت جميله كده وبتسمعي الكلام وبتنفذي كل اللي بقول لك عليه هفضل جنبك على طول. يا حبيبي انت ما عليكش غير انك تؤمر وانا اقول لك. يا سيدي امرك امرك يا سيدي. مش ممكن تجنني هايله بجد. انا دلوقتي بقى لقيت الانسان اللي كان نفسي ارتبط بيها من زمان. حبيبي انا طول عمري بحلم بانسان زيك، بس كنت فاكره اني عمري ما هلاقيه. لا لا، ولسه لسه بقى لما تقربي مني اكتر وتشوفي حياتي ماشيه ازاي هتحسي فعلا ان انت عايشه في حلم. اي حاجه هتتمنيها هتلاقيها قدامك. يا حبيبي انا ما بتمناش من الدنيا دي كلها غير وجودك جنبي بقيت عمري. بحبك بس وهفضل طول عمري بحبك. وانا ما انكرش ده طبعا، عشان كده بقى انا بقول احنا لازم نتجوز بسرعه. انا اصلي بصراحه ما بعترفش بقصه الحب الطويله دي، يعني ممكن يحصل مشكله بيني وبينك ولا حاجه، او ازهق منك ولا حتى اتضايق. بص عليك يا باسم، تزهق مني انا؟ لا يعني مش ازهق منك، يعني انا خايف بس تحصل بينا مشاكل. يعني اطلب منك حاجه ما ترضيش تعمليها، ساعتها بقى بصراحه علاقتنا لا يمكن هتستمر. يا حبيبي ما تخافش، انا عمري ما اقدر ارفض لك طلب. برضه انا مش عايز علاقتنا تطول عن كده. خلاص اللي تشوفه يا حبيبي. شايف الكوبري اللي هناك ده؟ اه شايفاه. كويس، تعالي معايا. ما
باسم انت متاكد اني مش بحلم؟ ممكن بقى ما تنطقيش ولا كلمه؟ ممكن نستمتع باللحظه الجميله دي من غير كلام خالص؟ طيب احضني وانا اسكت خالص. حاضر. بس منال انا كده تعبت قوي خلاص بقى مش قادر استحمل. احنا لازم نتجوز وبسرعه. يا ريت يا حبيبي يا ريت. بس مش عارف انا اتعلقت بيك بسرعه قوي كده ليه؟ دي عمرها ما حصلت لي في حياتي. وانا عمري ومستقبلي وحياتي كلها رهن اشاره واحده من ايديك. خلاص ولا كلمه ما تنطقيش بحاجه خالص. احنا عايزين نستمتع باللحظه دي من غير كلام. مفهوم؟ حاضر. حضر لك الخير يا اختي. يعني ايه تسافر اسكندريه لوحدها ومعاه ناس ما تعرفهمش؟ ده اسمه تسيب وكلام فارغ. والله يا بابا انا ما عرفت الا دلوقتي، كنت بسال عليها لاني ما شفتهاش طول النهار واحنا المفروض في اجازه. فوجئت بالخبر ده وموبايلها طول النهار مقفول. انا صبري له حدود. بنت في المرحله اللي هي فيها دي خطواتها محسوبه عليها. كونها تعمل كده لازم يبقى في موقف معاها، موقف صارم كمان. اكيد مامتها عارفه البنات اللي مسافره معاها. للاسف يا طنط لا. ازاي بس يا حسام؟ اكيد طبعا تعرف. انا مش هداري على بابا يا سلو. انا سالتها قالت لي صاحبتها اتصلت بيها واتفقوا مع بعض على السفر، ولما سالتها صاحبتها دي مين قالت لي هي صاحبتها وخلاص. ده رد ده؟ 5 دقايق اغير هدومي واجيلك. رايح فين يا يوسف؟ رايح اشوف صرفه في الكلام الفارغ اللي بيحصل ده. منال في اسكندريه ما قالكش حسام؟ تسيبيها تروح اسكندريه لوحدها يا سرية؟ وهي هتوه. منال ما بقتش صغيره يعني ما تخافش عليها يا يوسف. انا خايف البنت تضيع يا سرية مش تتوه. هتضيع ازاي وهي مع زمايلها واصحابها اللي في الجامعه؟ طب تعرفي مين هم زمايلها دول؟ وانا هفتح لها محضر اقول لها مين زمايلك واصحابها وخلاص. كلم انت معاها حسام، انا مش عارف اتفاهم معاها. يعني ايه مش عارف تتفاهم معايا؟ ليه بتكلم باللوندي ولا بتكلم باللوندي؟ يا امي افهمينا بقى. بابا متضايق لانك سمحت لنا انها تسافر مع اصحاب ما نعرفهمش، خايف عليها. يعني انا اللي مش خايف عليها؟ دلعك ليها له حدود يا سرية. البنت في سن خطر دلوقتي، ممكن اي حد يضحك عليها. يفسر الدلع ده على انه استهتار وانحراف، يفتكر انها بنت سهله. فهمت يا سرية؟ لا بنت مش سهله يا يوسف، وبنتي اشرف من الشرف، وكفايه ان انا اللي مربياها. هي دي المصيبه. مصيبه؟ قصدك ايه يا يوسف؟ ما قصديش. طب تعرفي اسم الاوتيل ايه؟ نازله في اوتيل 5 نجوم ومعاها فلوس تعيشها مالك هناك. اسمه ايه بقى الاوتيل ده؟ هي قالت لي عليه بس انا نسيت الاسم. حسام لما امك تفتكر اسم الاوتيل بتصل بيا وقول لي. طب استنى بس يا بابا. هو ماله عامل زي زعبيب امشير كده ليه؟ من حقه، بنته من حقه انه يخاف عليها. يا سلام، لما هو خايف عليها كده طلعني وسابكوا ليه؟ افضل احبك 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 ولا عمري حق. مساء النور. هتاكل ايه؟ اللي هتاكل منه يا حبيبي. طب بقول لك ايه، هات لنا جمبري وسمك ها واستاكوزا ورز وسلطات بقى، ولو في صيادية هاتها مش مشكلة يعني. سي انا مش عارفة ازاي هقدر اعيش من غيرك لما نرجع مصر. يا حبيبتي يا منال، انا كمان مش قادر ادخلي دي، ممكن ابعد عنك بعد كده. انا اول ما انزل مصر هكلم بابا بحيث ما يعديش شهر بكتير الا ونكون متجوزين وفي بيتنا. يا باسم نفسي، بس انا دلوقتي مش شغلاني حكايه نزولنا مصر، لان لسه قدامنا يومين هنقضيهم مع بعض. طب امال ايه شغلك يا حبيبي؟ بعد ما نتعشى بقى. مش فاهم يعني، بس مش معقول يعني نمشي من هنا ونروح الاوتيل وبعدين كل واحد فينا ينزل في اوضه لوحده كده؟ صعب قوي يعني، ده احنا من الساعه 7 الصبح مع بعض، نيجي بالليل وكل واحد فينا يروح في حته، مش معقول. خلاص يا حبيبي بلاش ننام وخلينا صاحيين عشان نفضل قاعدين مع بعض. غلط يا منال غلط، مش هو ده الحل خالص. لا طب امال ايه الحل بس يا باسم؟ لو كان ينفع كنت اتصلت باهلك وباهلي وخليتهم يجوا هنا وكنا كتبنا كتاب فورا. يا ريت يا حبيبي، بس ازاي؟ طب ايه رايك بقى لو نعمل زي الناس العمليين؟ طب هو ايه اللي بيعملوه الناس العمليين يا حبيبي؟ بيكتبوا ورقه
ورقة جواز عرفي عشان يتجوزوا في الحلال. عرفي؟ وطي صوتك. احنا طبعا مش هنعمل زي الناس اللي بتكون دي طريقة جوازهم يعني. يعني ده هيكون حل مؤقت يعني لمدة يومين، يومين بالظبط مفيش غيرهم. وأول ما ننزل مصر هخلي بابايا يجي قبل مامتك، وأسبوع بالكتير، هو أسبوع هنكون متجوزين وعايشين في أجمل شقة في القاهرة. أيوه يا باسم، بس الجواز العرفي احنا مش هنسميه جواز عرفي، ده هيبقى حل شرعي مؤقت، حل شرعي كده لمدة يومين، يومين بالظبط، وبعد كده هنتجوز جواز رسمي. قلتي ايه؟ انت عايزه تقولي لا مش كده؟ ماشي خلاص ست، ريح نفسك خالص وانسي كل اللي قلته، ما تضايقيش نفسك، وكمان انسي اي حاجه حصلت بينا النهارده. على فكره بقى انا كنت بختبرك. تختبرني ازاي يعني؟ بشوف ثقتك ليا وطاعتك ليا قد ايه، زي ماما ما قالت لي بالظبط، قالت لي اختبرها في مواقف حقيقيه. وديك اهو فشلت في اول اختبار للطاعه، خلاص مش مشكله، حصل خير، انسي بقى كل الكلام اللي انا قلته. لا 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 خلاص، انا موافقه على الجواز العرفي. بعد ايه بقى؟ لا والله يا حبيبي خلاص انا موافقه، والله انا تحت امرك، طالما هو ده اللي انت عايزه فانا كمان عايزاه. لا 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 خلاص انسي وحياتي يا باسم. طب خلاص انا اللي هقوم اجيب ورقه. لا 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 على ايه بلاش تقومي، انا معايا الورقه ومعايا القلم كمان. ايه نكتب؟ اكتب يا حبيبي. انا عمري ما عرفت يعني ايه حب، عمري ما فهمت يعني ايه واحده تحب واحد يبقى نفسها تعمل له كل اللي هو عايزه. كنت فاكره الحب ده ضعف، بس طلع احلى ضعف في الدنيا. وانا كمان يا حبيبتي، انا كمان عمري في حياتي ما حبيت واحده الحب ده كله، مش عارف ازاي. بس حبيبي وانا هفضل طول عمري ملك ايديك ورهن اشارتك، انت تؤمر وانا انفذ.
يا جميل تصحي بقى ست العرايس، اصحي يلا. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا قمر. يلا يلا بقى عشان تروح على اوضتك. ايه ده ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ انت ناسي ان احنا ما معناش ورقه جواز رسمي، وبعدين لو حد شافك هنا ممكن يحصل لنا مشاكل. ايه بقى؟ ايه ده؟ يعني انا مش هحضر لك فطارك ولبسك زي العرايس والعرسان؟ لا لا، ما هو انا كل واحد فينا هيجي له فطاره في اوضته. انا بقى لما يجي لي الفطار بتاعي هاجي لك على الاوضه عندك ونقعد نفطر سوا. بجد؟ طبعا، امال ايه. يلا جميل، يلا كده قوم خد دش بسرعه قبل ما الفطار يجي. يلا حبيبي. حاضر يا حبيبي. بقول لك ايه، اوعي تخلي حد يشوفك. ها؟ حاضر يا حبيبي. الله، استنى، نسيتي حاجة مهمة أوي. إيه؟ مفتاح أوضتك يا هاني، نسيتيه ولا إيه؟ يا خبر، أه صحيح، أنت نسيتني اسمي. بقولك إيه، ثانية واحدة بس، لحظة بس، افتكرت حاجة مهمة أنا. ثانية واحدة بس. ايه ده؟ في ايه يا حبيبي؟ كلام فارغ اللي بيحصل ده. ايه هو بس اللي بيحصل؟ فيه ايه؟ الفيزا يا ستي. مالها؟ مالها ايه؟ مش لاقيها. يا خبر، لا دور كويس يا باسم، افتكر كنت سايبها اخر مره فين؟ معرفش، دوري معايا. شوف يا ستي، ها؟ انا متاكد انها كانت في جيب البنطلون ده. انا مرعوب، خايف لحد ياخدها ولا يسرقها ولا حاجه، والكريدت بتاعها عالي جدا، قلقان جدا يعني. خبر. الفلوس مش مشكله، في 60 داهيه الفلوس. المشكله بقى هنحاسب الفندق ده ازاي، هنرجع مصر ازاي، هي دي المشكله. لا مش مشكله حبيبي، انا معايا فلوس. هي اي نعم مش كتير قوي يعني، بس على الاقل تكفي حساب الاوتيل. لا تجننتي، انا اخد منك فلوس؟ لا لا مستحيل، انت اكيد اتجننتي يا حبيبي. مش احسن ما تقول لهم معيش فلوس خالص؟ بعدين مش انا بقيت مراتك يا باسم يعني؟ خلاص يا حبيبي، انا وانت واحد. لا 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 لا، مش هينفع برضه، مش ممكن. ده انا عمري في حياتي ما استلفت قرش واحد من حد، عمري في حياتي ما سمحت لحد انه حتى يعزمني على سجاره. اخد منك انت فلوس؟ معقول ده؟ بص عليك يا باسم كده برضه يا حبيبي، ليه مصمم تعاملني على اني غريبه عنك؟ ده انا بقيت مراتك يا باسم، نفسي احس ان انا بقيت مراتك بجد. لا لا، انا اكيد وقعت مني الفيزا وانا بطلع الورقه والقلم عشان نكتب العقد. اكيد شفت يعني انا السبب، يعني لازم اشيل معاك المسؤوليه. انا ممكن اخد منك الفلوس دي بس على شرط. تؤمر يا حبيبي مش تشرط بس. اخدهم على انهم سلف. خدهم بس يا باسم وبعدين بعمل اللي انت عايزه. انت معاكي كام؟ هما 1700 جنيه. هو مبلغ مش كبير بس يسد حساب الاوتيل وخلاص. 1700 جنيه بس؟ يلا بقى امر لله، هاتيهم. باسم انا متضايقه قوي ان احنا مش هنكمل الثلاث ايام اللي اتفقنا عليها. اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ لولا التليفون المفاجئ اللي جاب من بابا ده كان زماننا قاعدين ومتهنيين. ظروف الشغل بقى، ده انا حتى كنت راسم ان انا اكلمه عشان يبعت لي فلوس بدل الفيزا اللي ضاعت دي، وكمان عشان ارد لك الفلوس اللي خدتها منك ونقضي هنا بقيه الاجازه. لكن اعمل ايه بقى، فاجئني هو بمكالمتي دي وصمم اني انزل مصر. طب ما قالكش هو عايزك في ايه؟ اكيد شغل يعني، هيكون ايه؟ طب احنا هنبقى نتقابل ازاي؟ انا هبقى اتصل بيكي واحدد الميعاد والمكان اللي هنتقابل فيه. طب هو بابا هيجي يقابل مامي امتى عشان يخطبني؟ قريب قريب ان شاء الله يا منال. طب خلاص بقى يا منال، كفايه اسئله، كل حاجة هتتم زي ما انت عايزة. طب ممكن اطلب منك طلب واحد بس قبل ما نمشي؟ عايزة اشوف البحر، نودعه مع بعض وحياتي. بس كده؟ حاضر يا ستي. اوعدني يا باسم نبقى نيجي نقضي شهر العسل هنا بعد ما نتجوز. ها؟ نتجوز؟ هو احنا لسه هنتجوز؟
انا قصدي اما نتجوز رسمي يعني. اه نتجوز رسمي طبعا، اكيد هنتجوز رسمي. لا مش هنيجي هنا بقى، انا نسافر بره. انا المره دي كنت عايز اخدك ونروح باريس، بس خفت بقى نتاخر هناك ولا حاجه يعني، واهلي يعملوا مشكله. بجد يا باسم؟ يعني احنا هنقضي شهر العسل في باريس؟ طبعا، امال ايه، باريس، لندن، برلين، اي حاجه، هنبقى نشوف ساعتها ان شاء الله. حبيبي يا باسم، حبيبي. مش قلت لك، مش قلت لك هتشوفي معايا اللي عمرك ما شفتيه في حياتك؟ حبيبي كفايه اني في حضنك، ده لوحده يخليني احس اني شفت اللي عمري ما شفته ولا هشوفه في حياتي. طب يلا يلا بينا بقى عشان نلحق نرجع مصر. وتخلينا شويه كمان والنبي. يلا بقى بلاش دلع.